تفاصيل أكتر نعرفها من الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية. دكتور خالد أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير دكتور. أهلا أستاذة إيمان، مساء الخير على حضرتك وعلى الأستاذة همام وعلى أهلنا في المحافظات مصر كلها، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين بمناسبة الشهر الفضيل. كل سنة وحضرتك بخير. ولو نبدأ من هذه الجولة اللي كانت مع المحافظين والاطمئنان على توافر السلع، اللي تم بالضبط يا فندم لو توضح لنا، وإزاي ممكن كمان نطمن السادة المشاهدين على الوضع في المحافظات فيما يخص السلع وفيما يخص الرقابة وأيضا كل ما يحتاجونه؟ يعني بالفعل معالي الوزير صباح اليوم تواصل مع عدد كبير من السادة المحافظين فيما يتعلق بالتأكيد على المتابعة والمرور من جانب سيادتهم وكافة الأجهزة التنفيذية في المحافظات المصرية، والتأكد من وجود وتوافر السلع وخاصة المخزون الخاص الاستراتيجي من السلع الرئيسة اللي بيحتاجها أهلنا في المحافظات المصرية. كذلك الأمر الشوادر والأماكن اللي تم إقامتها، مدى توافر السلع فيها بأسعار تنافسية وأقل من مثيلاتها الموجودة في الأسواق، وكمان التأكيد على يعني كل الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللي ممكن تقدم لأهلنا من المواطنين الراغبين في إقامة موائد رحمن، وده للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا. وكذلك الأمر أشاد الوزير بالدور المجتمعي لبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في القرى والمدن بالمحافظات المصرية، وتأكيد على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وده بالتنسيق مع الوحدات الخدمية سواء باحث التموين، الطب البيطري، مديريات الصحة، وضمان عدم تخزين أي سلع أو احتكارها ومواجهة أي ظواهر سلبية ممكن تنجم عنها عدم الالتزام بها. دي يا دكتور خالد نقطة مهمة لا سيما في شهر رمضان، وأيضا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره ليس فقط مصر. هل يعني ما هي الآلية التي تقوم والتي تتبناها وزارة التنمية المحلية في الرقابة على الأسواق، في ضبط المخالفين، في ضبط ربما عمليات الاحتكار وما من شأنه ربما أن يؤدي إلى غلاء الأسعار؟ وفي أكثر من آلية وأكثر من أسلوب. الجزء الأولاني أو المحور الأولاني هو المرور الدائم والمستمر بشكل كبير جدا على الأسواق، وده لتحقيق الانضباط فيها والحفاظ كمان على سلامة الغذاء وبالتالي سلامة وصحة أهلنا في المحافظات المصرية. ده شق. الشق الثاني تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، أو إذا كان هناك بعض السلع فيها أسعار مبالغ فيها فيتم التواصل سواء مع أدوات التواصل الموجودة في المحافظات اللي هي يا فندم بيعلن عنها، أو كمان غرفة صوتك يعني غرفة الأزمات والعمليات عندنا. أستاذ دكتور خالد لو تحدد الآليات اللي يقدر المواطن يتواصل من خلالها مع الوزارة. صحيح. أدوات التواصل يا دكتور، سواء كان في خط ساخن ممكن الاتصال به للشكاوى، صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ده موجود يا فندم. الخط الساخن 15330، وكمان صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. كذلك الأمر بالنسبة لصفحتنا على الواتساب، رقم الواتساب 011-50-60-67-83 صوتك مسموع. كذلك الأمر بالنسبة لصفحتنا كمان الإيميل أدرس info@mld.gov.eg. ده شق. الشق الثالث كمان المهم جدا واللي بأكد عليه، وهو تبني المبادرات الشبابية والمجتمعية الخاصة بعرض السلع، وخاصة احنا وزارة التنمية المحلية اول امس يعني تم تدشين مبادرة سند الخير، ودي بتبتدي ب 100 سيارة لتوفير 37 سلعة في عدد 15 محافظة من المحافظات المصرية، ودي بتستهدف الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا. ومع الوزير أكد على السادة المحافظين تشجيع مثل هذه المبادرات الشبابية والمجتمعية. دي يا فندم مبادرات خيرية ولا بتبيع السلع بأسعار رخيصة؟ بتبيع السلع بأسعار تنافسية، والمبادرة دي مشترك فيها يعني فيما لا يقل عن 15 شركة قطاع خاص وأكثر من تكتل من التكتلات الشبابية اللي موجودة في المحافظات المصرية، واللي متعاونة معنا في الوزارة منذ عام 2017، واللي دورها كبير جدا كمنظمات مجتمع مدني
بتشتغل على الأرض في إتاحة السلع بأسعار تنافسية وأسعار جملة الجملة، وده بتستهدف القرى الأكثر احتياجاً. يعني احنا شغالين دلوقتي في 15 محافظه بتوفير 37 سلعه من السلع اللي بيحتاجها كل بيت مصري. طيب دكتور خالد، فيما يتعلق بالقرار الخاص بغلق المحال والمقاهي في الثانيه صباحا، ايه طبيعه الرقابه ايضا او طبيعه تنفيذ هذا القرار؟ حضرتك القرار اصدره السيد وزير التنميه المحليه الخاص بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي حتى الثانية صباحا داخل شهر رمضان المبارك وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك، وده تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء. القرار ده يا فندم بيتضمن الآتي، بيتضمن في المادة الأولى بتاعته استثناء من قرار السيد وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحل العام اللي هو القرار الصادر 456 لسنه 2020، طبقا لهذا القرار بيكون مواعيد الخاصه بغلق مواعيد اغلاق المحال والمولات التجاريه والمطاعم والكافيهات والبزارات خلال شهر رمضان واجازه عيد الفطر المبارك حتى الثانيه صباحا مع استمرار خدمه التيك اوي يعني خلال 24 ساعه. اما فيما يتعلق بالنسبه للورش اللي داخل المناطق السكنيه دي حتى الساعه 10 مساء، عادة طبعا الورش اللي بتكون على المحطات السريعه وكده فبيبقى لها طبيعه خاصه بتستلزم انها تكون فاتحه وموجوده. طبعا بيستثنى من هذا وذات السوبر ماركت وكده لان دي لها طبيعتها الخاصه، كذلك المحلات الخاصه بالدواجن او الاسواق وكده او الصيدليات. اخيرا دكتور خالد، حضرتك ذكرت عدد من طرق التواصل بين المواطنين والوزراء والمحليات بشكل عام من اجل ضبط او الحد من المخالفات التجاريه، ايه هي القضايا، هي المخالفات تحديدا المعنيه بها وزاره التنميه المحليه او حتى المحافظات، وبالتالي يمكن للمواطن التقدم بشكوى؟ هل من بين هذه المخالفات ما يتعلق بارتفاع الاسعار؟ طبعا من بين هذه المخالفات ما يتعلق بارتفاع الاسعار، سواء كانت اسعار مبالغ فيها او حتى كمان في حجب لبعض الاسعار. يمكن التواصل على مبادره صوتك مسموع، بيبعت لنا المكان اللي فيه المبالغه دي واحنا بيتم التعاون على طول من خلال مبادره صوتك مسموع بالاتصال بغرف عمليات صوتك مسموع في المحافظات المصريه واللي بيرأسها الساده سكرتير عموم المحافظات المصريه، ويتم التحقق في الامر على طول والتدخل بحيث يتم الاصحاح. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه، اشكرك جزيل الشكر.